أطلت الفنانة في فؤاد على جمهورها من خلال الفيلم السينمائي 3-2-1 أكشن. كما طبعا فما هو الدور اللي لعبته وكيف قرأت ردود أفعال الجمهور بعد العرض في صالات السينما؟ يسعدنا أن تنضم معنا من جدة الممثلة في فؤاد. يا هلا وسهلا فيك في. يا أهلا وسهلا فيكم. في بداية حكينا عن دورك في فيلم 3-2-1 أكشن. والله هي كانت تجربة جدا جميلة، كان أول ظهور لي في السينما. كنت ألعب دور ليلى، مساعد سكريبت، مركزة في شغلها، عندها بعض المشاعر لشخص في الست في التصوير يعني، ويعني تصير بعض المواقف وكذا وبس. جميل. طيب في ايش هو برايك ليش ما نجح الفيلم؟ والله شوفي، انا اشوف انه الفيلم يعني هو لسه ما حد شافه عشان ينجح او ما ينجح، صح؟ بس اتوقع انه يعني الجمهور السعودي ما عنده الثقة الكافية في الإعلام السعودي عامة. فلما نعلن عن فيلم جديد أو حاجة أو تجربة جديدة، فمو كل أحد يتحمس. طيب فهذه تجربة حلو. أنا راح أتكلم بصراحة وراح أسأل الأسئلة اللي بيقولوها الناس وبيتداولوها الناس. ما نقدر نقول إنها تجربة، الناس ما يحبوا يقبلوا على الجديد، لأنه في أفلام سعودية دخلت وبقوة وكبيرة وحلوة والناس تابعوها، زي شمس المعارف، زي سيدة البحر اللي كان افتتاحه قبل يومين، وغيره من الأفلام. ولكن من الواضح والناس كانت بتقول انه يبدو انه صناع الفيلم استعانوا بمشاهير السوشيال ميديا وهم في الاصل ليسوا بممثلين عشان يجيبوا الفولورز او جيوشهم بانهم يدخلوا السينما ويحقق الفيلم ايرادات كبيره جدا، وعلى ارض الواقع ما شفنا هذه الجيوش. برايك أصبح المشاهد السعودي اليوم يبحث عن الفنان الحقيقي وعن الجودة بعيدا عن فنانين السوشيال ميديا، لأنه ما يبغى خلاص هو يشوف، لأنه سبقوا بيقولوا أنه أنا جيوس دايلر أو سيد زياد بن نحيت أو هذول الناس، أنه فين الجيوش؟ طيب ليه ما حضروا السينما وجاملوهم على الأقل؟ فأنت كفنانة أو كممثلة خلينا نقول، إيش رأيك في هذا الموضوع؟ شوفي، احنا الان عندنا صناعه السينما موضوع جديد في السعوديه، في المملكه العربيه السعوديه. نعم. ما عندنا هيستوري كبير، هو شيء جديد مقبلين كلنا عليه. فليش الواحد ما يجرب؟ ويعني فريق الاعداد اللي عملناه في الفيلم كان جدا جيد، كان في مدرب تمثيل، كنا كلنا بنساعد بعض. فالواحد لما يجرب يمكن يطلع عنده موهبة، ما هي مشكلة، انه مو موضوع مين يغطي على الثاني وهذا مشهور هذا فولورز، لا. الكل أدى بنجاح، الكل أدى دوره مرة كويس وطلع العمل جيد. طيب فليش لا؟ يعني يمكن أحد يكون عنده موهبة وتضبط معاه ويبدأ يصير فنان رائع. حلو، صحيح، أتفق معك في 100% للأمانة. فيعني كثير ناس ممكن أنهم يهاجمون المشاهير مجرد أنهم مشاهير، لكن للأمانة مثل ما قلتي ممكن حتى فنانين بدون ذكر أسماء في الساحة من 30 و40 سنة، وينهم اليوم؟ لا أداء، لا حضور، لا حتى شهرة المشهور اللي ممكن يكون وصل لها في خلال شهور أو يعني سنوات معدودة. عموما في خلينا نتكلم عن جديدك في الساحة الفنية، وش جديدك؟ جديد، أنا حاليا قاعدة أصور مسلسل، بس طبعا ما أقدر أقول إيش الاسم وإيش حيكون. بصور حاليا مسلسل، مرة صعب إني أتكلم، وإن شاء الله عندي مسلسل جديد حصوره بعد فترة، وان شاء الله عندي فيلم، يعني ان شاء الله تضبط الامور واصوره ويطلع كويس ويعني يعجب المشاهدين. جميل. في غرد الشاعر زياد بن نحيت واللي كان بطل فيلم 3-2-1 اكشن منتقدا الحسابات اللي هاجمت الفيلم بانتقاد حاد. ايش تعليقك على الهجوم الحاد من المغردين؟ طيب انا يعني ما الومهم على شعورهم او غضبهم، لان نرجع مره ثانيه نقول الجمهور السعودي ما عنده الثقه الكافيه بالاعلام السعودي في المملكه. فلما يطلع فيلم او يطلع اي شيء طبيعي يكون فيه هجوم مره قوي، بس يعني
هذا فيلم أول مرة نشتغله وفي له الكم الهائل من الممثلين أو المشهورين، تعتبر تجربة كويسة ولطيفة ويعني تستاهل المشاهدة بالفعل. وكل لأنه صراحة الكل اشتغل من قلبه بالفعل. شوفي الكل اشتغل من قلبه والكل عمل يعني عمل اللي يقدر عليه، ومن وجهة نظري العمل طلع جدا رائع ولطيف يستحق المشاهدة. يستحق المشاهدة. وبالفعل يمكن في حوار لنا مع الأستاذة ميساء مغرب تكلمت عن كيفية التحضير كان لهذا الفيلم، التدريب عليه، كتابته، كيف كانوا بيتدربوا، أو خلينا نقول الورش اللي كانوا بيقيموها عشان ينتجوا هذا الفيلم. وهو من غير يعني المعقول، يمكن ذكرت الأستاذة ميساء أنه تكون هناك حسابات مدفوع لها فقط لأنها تهاجم الفيلم من قبل ما ينشاف. فهذا الشيء كان الغريب في الموضوع، أنه الهجوم حصل من قبل ما أحد يشوفه، كأنه هناك دعوة للمقاطعة أو مقاطعة الفيلم. وشفنا يمكن حتى في تذاكر وزعت مجانية، حتى هذه التذاكر المجانية لا أعلم ليش صراحة إيش السبب الحقيقي اللي يقف وراء عدم ذهاب الناس إلى السينما. ولكن يمكن ما أتفق معك في نقطة إن هو الإعلام جديد، ولكن بالعكس الناس متشوقة وتبغى تشوف الأعمال السعودية وتبغى تشوف السينما، صناعة السينما السعودية. شوفي المنتقدين أو اللي ما هو عاجبهم الفيلم ليش ما يروحوا يشوفوه بالضبط، يعني سواء يعني كان في أخطاء أو في أي شيء، إحنا في البداية في بداية المشوار صناعة الأفلام في السعودية، فوارد جدا تكون في أخطاء، بس كمجمل العمل رائع ومتعوب عليه وكل أحد أعطى من قلبه. فيعني النقاد روحوا شوفوا الفيلم، يعني في أشياء حلوة برضو. طيب صحيح، يعني للأمانة أي فيلم أو أي عمل يعني في السينما أو على الشاشة طبيعي يكون في نقاد، طبيعي يكون في نقاد، طبيعي عشان الواحد بعد يطور من نفسه، شيء طبيعي جدا وله شيء يزعل. انا ما اشوف تحسن عشان احنا نستفيد من هذه الاشياء 100%. فلذلك احنا دائما يعني نقول في شيء اسمه النقد البناء، من غير ما الواحد يجرح الناس، من غير ما الواحد يزعل الناس، من غير ما انه يدخل يعني في تفاصيل ما راح تقدم ولا راح تاخر. في كلمه حابه يعني توجهينها للناس اللي ما شافوا الفيلم؟ انا واحده من الناس اللي ما شفت الفيلم، فايش ممكن تقولين لنا على السريع؟ حمسينا شوي. والله احنا الجيل الجديد الان بنحاول نعمل هذه صناعه الافلام في السعوديه، ونبغى نوصل للعالميه اكيد. فهذه اول خطوه. العمل جدا كان رائع، وكان يعني كل احد في الفيلم اخذ دوره واتقنه بعنايه. يعني القصه جدا جميله، الفيلم بيوريك كيف تبدا صناعه الافلام في السعوديه، وكيف تكون المراه موجوده. انا دوري مساعد سكريبت في الفيلم. من متى دائما نشوف في 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 الست او في مكان التصوير تكونوا فيه سيدات؟ فشوف الفيلم حيعجبك، حتشوفي كيف المراه السعوديه قاعده تشتغل وقاعده تتطور، وان شاء الله نوصل للعالميه ان شاء الله. طيب في بعيدا عن الفيلم، ايش اخر شيء عندك؟ ايش جديدك؟ شغال على مسلسل حاليا حينعرض ان شاء الله بعد فتره، وفي مسلسل جاي وفي فيلم جاي. طيب يعطيك العافيه في، وشكرا لك. نطلع فاصل ونرجع لكم.